تحية كبيرة مشاهدينا عبر موقع قناة أنا سامية عرموش واقتراحاتي هي كالآتي: الخميس المساء مدعوون للمشاركة بورشة زومبا على شاطئ دادو، والجمعة بين الساعة 10 الصبح لـ3 العصر مدعوون للمشاركة بمعرض الفنون في السوق التركي في البلدة تحتها. أما السبت على الساعة 8:30 المساء بدايكم متحف حيفا على حفل افتتاح معارضه الهدار الضائع وإكس واي كروموزوم بقاعة المتحف بشارع بنغوليون 11. مع مشاهدينا انتهت نشرتنا لليوم، بتمنى يكون نهاية أسبوع هادئة ومريحة.